بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بداية بجزيل الشكر لأخي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على هذه الكلمة الملهمة التي تجسد الدعم المتواصل لقيادة دولة الإمارات وتشجيعها الدائم للمجتمع الرياضي وتوفير كافة السبل والمقومات اللازمة للارتقاء بكرة الإمارات وتعزيز مكانة الدولة على خارطة العالم الرياضي. كلمات سموك ألهمتنا لمواصلة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجميع لنحقق طموحات شعب دولة الإمارات ولترسم إنجازات الكرة الإماراتية الفرحة على قلوب الإماراتيين بإذن الله. كما يسرني أن أتوجه باسم فريق العمل في اتحاد الإمارات لكرة القدم وبالنيابة عن جميع محبي وداعمي كرة الإمارات الشكر الجزيل لأصحاب المعالي والسعادة الذين شاركونا هذه الخلوة خلال اليومين الماضيين بأفكارهم النيرة وتجاربهم الغنية وتوصياتهم ومقترحاتهم القيمة. فالخلوة حققت هدفها المنشود وجمعت الخبرات الوطنية والعالمية في منصة واحدة لمشاركة الآراء والمقترحات التي تجتمع على هدف واحد الاستفادة من دروس الماضي والبناء عليها لرسم ملامح مستقبل أفضل لكرة الإمارات. أخواني وأخواتي الكرام، استمعنا بالأمس لكلمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو التي أشار فيها إلى ضرورة تهيئة الكوادر الوطنية الإماراتية بالشكل الأمثل وبالاعتماد على نهج عصري ومتكامل لاحتضان المواهب ودعمها لتحقيق النجاح المطلوب. وتشرفنا أيضا بحضور معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في جلسة خاصة حول مستقبل كرة القدم. كما سعدنا بمشاركة معالي الأخ خلدون المبارك رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم والذي أتحفنا بتجربته ورؤيته الملهمة. جزيل الشكر والتقدير لمن شارك في جلسات هذه الخلوة ونقدر حرصكم المتواصل وتفانيكم اللامحدود في خدمة كرة القدم الإماراتية والارتقاء بها. إخوتي الكرام، هذه الآراء التي طرحت خلال جلسات خلوة كرة الإمارات ستشكل حجر الأساس لإعداد خطتنا الاستراتيجية على المدى القصير والمتوسط والبعيد. هدفنا الرئيسي في هذه الخلوة كان إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في إعداد استراتيجية التطوير المستقبلية لعمل اتحاد كرة القدم خلال المرحلة المقبلة من أجل النهوض بهذه الرياضة وتعزيز مكانتها على المستويين القاري والعالمي. وسنبدأ من اليوم وبهمة أعضاء اتحاد الإمارات لكرة القدم بتوظيف هذه الأفكار من أجل إعداد آلية متكاملة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعة كافة التوصيات والمقترحات التي تم طرحها في هذه الخلوة وترجمتها إلى واقع ملموس ينعكس على أداء الكرة الإماراتية ويسهم بتحقيق نتائج تسعد الجميع وتحقق تطلعاته. ندعوكم جميعا للاستمرار في مشاركتنا بهذه الأفكار التطويرية والمقترحات العملية، آملين دعمكم المتواصل في تنفيذ آلية العمل والخطط الاستراتيجية التي سيعلن عنها اتحاد الإمارات لكرة القدم قريبا. ويسرنا دائما مشاركتكم في مختلف اجتماعات اللجان المتخصصة وورش العمل المتنوعة لإثراء مخرجاتها وتسريع مسيرة التطوير والإنجاز. تواصلكم ودعمكم سيكون الركيزة الرئيسية لنجاحنا مستقبلا في تحقيق تطلعات محبي الكرة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة. الإخوة الكرام،
هذه الخلوة ستكون بمشيئة الله وبفضل دعم قيادة دولة الإمارات نقطة البداية لمرحلة جديدة لكرة القدم في دولتنا الحبيبة، عنوانها تكاتف الجميع لخدمة الرياضة وإعلاء مكانة الوطن. ونعدكم أن نواصل العمل الجاد والدؤوب لتطوير أداء كرتنا الإماراتية وأن نكون على قدر تطلعاتكم وتوقعاتكم. شكراً لكم جميعاً، وعلى أمل اللقاء بكم في أقرب وقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.